هم يختصروا قدر الإمكان لنسمح بمجال للتفاعل من المشاركين أكثر. الجلسة هاي الحقيقة مثل ما وضحنا سابقا، الهدف من جلستنا أن نخرج بأفكار حول أبرز أوجه نجاح وقصور الأهداف الإنمائية للألفية وبرامج التنمية المستدامة لهدف البناء عليها لأهداف التنمية المستدامة. وبالتالي علينا كبداية أن نبدأ مع السيد طارق النابلسي، رئيس وحدة التنسيق والمتابعة ومسؤول قسم السياسات الاجتماعية والتنمية في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية، وزميلي خالد أبو إسماعيل من رئيس قسم سياسات التنمية في الأسكوا في إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة. رح يقدموا لنا عرض للتقرير حول الإنمائية، التقدم المحرز في أهداف الإنمائية للمنطقة العربية، ونأمل أنهم يضيئوا على أبرز أوجه التقدم، ومن هنا سننطلق في حوارنا لتكملة الحوار الذي بدأناه في الصباح. شكرا جزيلا لكم، تفضل طارق. شكرا ريم، صباح الخير جميعا أو مساء الخير. نرحب بكم مرة أخرى. باختصار شديد سوف البرزنتيشن اللي هيقدمها الدكتور خالد وأنا أو أكتر يعني الدكتور خالد هي حول التقرير العربي للأهداف التنموية الألفية. ولكن الحقيقة قبل يعني نتكلم عن التقرير، أحب أشير بعجالة إلى جهود جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق طبعا مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في تنفيذ الأهداف التنموية الألفية. أحب أقول أنه في عام 2006 صدر عن القمة العربية في عام 2006 الإعلان العربي لتنفيذ الأهداف التنموية الألفية. هذا الإعلان وضع خطط وبرامج تساعد الدول العربية على تنفيذ الأهداف التنموية الألفية. كان هذا الإعلان أقر من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ثم رفع إلى القمة العربية التي أقرته، ومن وقتها حتى الآن ونحن نتابع مع الدول العربية تنفيذ متطلبات هذا الإعلان اللي هي بتساعدهم على تنفيذ الإعلان العربي لأهداف التنمية الألفية. ثم في إطار التقييم الذي حدث يعني من عام 2006 وحتى عام 2008 أو 2009 في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الأولى الاقتصادية والاجتماعية الأولى في الكويت عام 2009، كنا عدينا بالتنسيق مع مجموعة الأمم المتحدة للتنمية أو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. في هذا الوقت عدينا التقرير عن تحديات التنمية في الدول العربية. كان هذا التقرير هو عبارة عن ورقة خلفية مهمة جدا لما صدر عن قمة الكويت في عام 2009، وهو البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية الألفية والبرنامج العربي لخفض الفقر وأيضا البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من البطالة في الدول العربية. هم دول كانوا ثلاث برامج من البرامج الهامة جدا التي صدرت عن القمة التنموية الأولى في الكويت 2009. ثم بعد ذلك أيضا تابعتهم قمة شرم الشيخ وقمة الرياض، ودائما كان هناك تقارير تعرض، تقارير إنجاز تعرض على الدول العربية وعلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتحديد، ثم على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية. أيضا هذه التقارير بتوضح الصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ الأهداف التنمية الألفية، وخاصة الدول العربية الأقل نموا، وأيضا الدول التي بتواجه صراعات وأيضا كوارث طبيعية وبيئية كانت بتأثر أكيد بصورة سلبية على الأداء أو على الأقل المنجزات والمكتسبات التي تمت في هذا الإطار، بحيث أن هي كانت عقبة يعني هامة جدا في إطار تنفيذ الأهداف التنموية الألفية. فيما يتعلق قمة الرياض عام 2000 بداية العام الجاري، كانت قمة هامة جدا، هي القمة التنموية الثالثة
الحقيقة القمة في إطار التحضير لها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب نظم مؤتمر اسمه المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنمية الألفية. شارك معنا فيه طبعا، حبينا في هذا المؤتمر أن نجمع جميع الأطراف المعنية بموضوع الأهداف التنمية الألفية، سواء وزراء البيئة، وزراء الشباب والرياضة، وزراء الصحة، يعني كانوا ممثلين في هذا الاجتماع. احنا لدى جامعة الدول العربية، لمن لا يعني اللي ما يعرفش في الأخوة والأخوات الحضور، إن جامعة الدول العربية لديها مجالس وزارية متخصصة في أغلب المجالات. فكان مثلا سعادة سفيرة الأخت شهيرة كانت هي مسؤولة مجلس وزراء البيئة العرب، وقدمت عرض هام جدا عن دور وزراء البيئة في تنفيذ الهدف السابع، وكان وزراء الشباب والرياضة موجودين. المهم إنه هذا المؤتمر عمل تقييم لما تم إنجازه وأيضا للصعوبات، حتى تصور بحث أيضا هذا المؤتمر أولويات المنطقة العربية للتنمية ما بعد 2015، حتى بعد الأولويات وليست أهداف، هي مجرد أولويات وتوجهات عامة لأولويات المنطقة العربية للتنمية ما بعد 2015. تم عرض هذا الموضوع على قمة الرياض، أقرت قمة الرياض هذا وطالبت في القرار الذي صدر عنها بأن يكون هذا النتائج هذا المؤتمر بعد إقرارها أن ترفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في المؤتمر رفيع المستوى لتمثل أولويات المنطقة العربية في للتنمية ما بعد 2015. وبالفعل ده تم، والجامعة العربية قدمت هذا القرار إلى الأمم المتحدة، وأيضا تم يعني الإشارة له حتى في كلمة جامعة الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في المؤتمر رفيع المستوى يوم 25 سبتمبر. من هنا سأدخل على موضوع التقرير. الحقيقة التقرير العربي اللي احنا هنتكلم عنه الآن، أو الدكتور خالد هيتكلم عنه تفصيلا، هو يعد التقرير الرابع والأخير طبعا بالنسبة لتقرير أهداف تنفيذ الأهداف التنموية للألفية. التقرير أخذ في الاعتبار طبعا في جزء هام جدا، الجزء الأول منه والثاني بيتكلم عن ما تم إنجازه في المنطقة العربية، وأيضا إيه هي الصعوبات، إيه هي المشاكل، تأثير حركة الحراك العربي الذي تشهده المنطقة على تنفيذ الأهداف التنموية الألفية وأخذها في الاعتبار. وأيضا أخذ في الاعتبار، وده بناء أيضا على يعني توصيات أو قرارات القمة العربية، اللي أنا حكيت أن القمة العربية في الرياض هي حطت أولويات المنطقة العربية للتنمية ما بعد 2015. فبالتالي كان هذا التقرير أخذ جزء كبير جدا من هذه التوصيات التي هي توصيات عامة، وحطها في عدد من النقاط، بلورها في عدد من النقاط التي تتطلب أن احنا يكون عليها شغل كبير جدا. أحد الحاجات اللي أثيرت في الصباح هي موضوع المؤشرات، ودي كانت من ضمن التوصيات اللي وضعتها مؤتمر القمة العربية في الرياض. وبالفعل احنا بننظم مع الأسكوا في يعني شهر يناير القادم ورشة عمل متخصصة للمسؤولين في الدول العربية عن الموضوعات قياس الفقر المادي والبشري، لأن دي كانت أحد الإشكاليات الرئيسية اللي بتواجه الدول العربية في أنه يكون هناك نوع من القياس الموحد، يكون هناك قياس، يعني القمة طلبت أن يكون المؤشرات تأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية. ويعني على وأكيد أخ خالد هيتكلم بتفصيلا في موضوع مثلا موضوع خط الفقر بدولار ونص، هل هو يتناسب مع المنطقة العربية أم لا، ولابد أن يكون هناك خط آخر يتناسب مع الدول العربية. أيضا إزاي نراعي التفاوتات داخل الدولة الواحدة، سواء أقاليم وريف وحضر وإلى آخره، لأنه حتى في التقارير التي كانت تأتي لنا من الدول العربية كان هناك تفاوتات كبيرة جدا ما بين المناطق داخل الدولة الواحدة. فإزاي أيضا الأهداف الجديدة تأخذ في الاعتبار هذا الكلام. الحقيقة أحب أؤيد جدا الكلام اللي طرحه سعادة الأخ المستشار محمد خليل فيما يتعلق بالبعد الثلاثي للتنمية وأخذه في الاعتبار. وإحنا الحقيقة كان لنا فرصة، قعدنا مع سفير معتز أحمد الدين اللي هو مندوب جمهورية مصر العربية في الأمم المتحدة في لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث أن يكون هناك ارتباط، يعني
حتى نكون صرحاء لابد أن يكون هناك تشبيك في كل الجهود اللي بتتم في هذا الإطار. وزراء الشؤون الاجتماعية وفقا لقرار القمة العربية وقرارات السابقة هم يعدوا الفوكال بوينت لموضوع تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وبالتالي هم عليهم عاتق أيضا أنه ينسقوا مع بقية الوزارات وبقية الجهات المعنية. فأعتقد أن هذا الاجتماع فرصة هامة جدا أنه يكون هناك تشبيك من جميع الجهات التي تعمل في الدول العربية مع الأمم المتحدة، بحيث أنه نطلع بمنظور واحد متكامل يأخذ في الاعتبار البعد الثلاثي للتنمية المستدامة بعد 2015. سأكتفي بهذا القدر، ويعني أكيد هيكون في مجال للنقاش، وأترك الكلام للدكتور خالد أبو إسماعيل. فضل. شكرا زميل طارق. طبعا هذا التقرير هو تقرير دسم مليء بالمعلومات، وصعب جدا ان احنا نغطي كل جوانبه في الزمن المتاح، فهجري شويه معاكم كده في عرض البيانات. بس قبل ما نبدا، طبعا موضوع البيانات هو صداع لاي شخص بيعد مثل هذا التقرير، ومعنا طبعا الاخوه هنا من الدول العربيه بعضهم شارك في اعداد هذا التقرير والفعاليات والنقاشات، الصدامات في بعض الاحيان. لكن هذا هو يمكن التقرير العربي الوحيد المتعلق باهداف الالفيه اللي تم فيه مراجعه البيانات وتدقيقها من قبل الدول قبل ما يتم اعتمادها. فانا بس عاوز اقول ان هو طبعا كان في خلافات، ما بنقدرش نقول ان هو ما كانش فيه خلافات، لان المصادر زي ما انتم شايفين على الشاشه بتختلف، في مصادر وطنيه لكن وفي مصادر اخذناها من البنك الدولي، في مصادر اخذناها من جهات الامم المتحده، لكن المصدر الاساسي طبعا هو شعبه الاحصاءات في الامم المتحده، كما هو الحال في اعداد مثل هذه التقارير عشان نضمن الكونسيستنسي او اتساق البيانات. تصنيفات برضو مشكلة، انك انت ممكن تصنف الدول العربية في عدة اوجه. احنا اعتمدنا نفس التصنيف اللي هو المشرق والمغرب ودول اقل نمو والخليج، بالرغم من تحفظات بعض الدول عليه، لكن لقينا ان هو ارتقينا ان هو ده انسب طريقة ان احنا ممكن نصنف بها الدول العربية، نظرا لعدة اسباب مش هخوض فيها، فنية وسياسية، وايضا ل السبب ان التقارير السابقه كاعتمدت نفس المنهجيه. طيب نيجي بقى للايه التقرير والنتائج بتاعته الاساسيه. التقرير في الحقيقه بيطلع بثلاث استنتاجات. اول حاجه ان احنا على عكس ما يمكن يتوقع البعض، المنطقه العربيه حققت انتاج يعني نتيجه الاهداف الالفيه كانت اللي هو تقدم ملحوظ، يمكن اسرع حتى او احسن من باقي الدول الناميه. ده في تقديرنا احنا المعدين التقارير. مش احسن بكتير، ولكن مش لازم ان احنا نقنع نفسنا بان احنا من عام 90 لعام 2010 او عام 2011 كانت نتائج التنميه كلها سيئه، لا الكلام ده مش مظبوط. لكن في مشاكل، مشاكل تتعلق بعدم المساواة، عدم وجود يعني وجود فوارق كبير ما بين الدول وما بين حتى في داخل الدولة، في مواضيع أصلا لم تتضمنها الإطار العام لأهداف الألفية. كل الكلام ده هنناقشه بالتفصيل. النتيجة الثانية أو الخلاصة الثانية، نتيجة التحولات السياسية اللي بتشهدها المنطقة العربية طبعا كان في أثر سلبي على المنطقة العربية وعلى عدة دول، يعني معظمها موجود في المشرق العربي، وده شيء متوقع، يعني متوقع ذلك أنه يحدث، ولكن في بعض الأحيان هذه التأثيرات كان لها أثر ملموس جدا على إنجازات أو الأهداف الألفية إذا تم اعتماد البيانات اللي هي سنة 2012. يعني حتى في السنتين دول نجد مثلا دولة زي سوريا حصل في شرخ كبير جدا في البيانات اللي أو الأرقام اللي تم اعتمادها. آخر حاجة، إن الرسالة الأساسية هو إن أي إطار جديد، أي منظومة تنموية جديدة بعد 2015 يجب أن تعتمد في الأساس نظرة للبعد الحوكمي، لأن احنا بنجد أن عدم وجود المحاسبة، آليات المحاسبة، عدم وجود
نظام لرصد الحوكمة أو المؤشرات المتعلقة بالحكم الرشيد، هو ده أحد نقدر نقول المشاكل الرئيسية في النظام الحالي. طيب هحاول ان احنا ان في الجزء الاول، لان انا هقدم العرض باختصار في ثلاث اجزاء طبقا لثلاث استنتاجات الرئيسيه، نحاول في الجزء الاول ان احنا نجري كده من بعض الارقام المهمه. من المعيب في المنطقه العربيه ان احنا لسه عندنا 50 مليون جائع، ده رقم في حد ذاته بيتحدث عن نفسه. منطقه غنيه فيها موارد كثيره جدا، لكن يوجد فيها هذا الكم من الجوع، هذا شيء يعني انا بعتقد ان هو ممكن ان هو يكون على راس اولوياتنا، وهو بينصب طبعا في الحديث اللي احنا بنتكلم عليه النهارده على التنميه المستدامه. المنطقه العربيه هي المنطقه يمكن الوحيده اللي زاد فيها هذا المؤشر طبقا لارقام منظمه الزراعه العالميه من عام 90 الى عام 2010. العداء على مستوى يمكن نقدر نقول اكبر تحدي او اكبر فشل، انما في النجاحات عندنا التعليم، قدرنا ان احنا نحقق مساواه ما بين الجنسين، قدرنا ان احنا نحقق معدلات التحقق جيده جدا كميا. طبعا عارفين ان هذا المؤشر هو مؤشر كمي لا يقيس جوده التعليم، لكن هذا هو الانجاز الابرز. معدلات الوفيات فيها انجاز في معظم المناطق، عدا مناطق الدول اللي اقل نموا، اللي هي زي ما احنا شايفين هنلاقي البار الاحمر ده هو الهدف اللي احنا في 2015 لازم المؤشر يصل الى هذا المستوى. نقدر نقول ان كل المناطق قريبه من تحقيق المستوى المطلوب عدا منطقه البلدان اقل نموا. ده طبعا بسبب الفروقات الكبيره في مؤشرات اخرى متعلقه بالصحه، اهمها طبعا نسبه الولادات التي تجري تحت اشراف اخصائيين صحيين مهره. هنلاقي مازال في الدول الاقل نموا هذه النسبه لا تتعدى الثلث. في عندنا انجاز كمي في نسبه السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي من مرافق محسنه. انا هنا طبعا العرض بركز على المؤشرات المتعلقه بالهدف السابع، لان احنا ده شيء يهمنا في هذا الاجتماع خصيصا. برضو هنلاقي نفس الحكايه، الدول الاقل نموا بتختلف جذريا عن باقي المناطق العربيه. المنطقة العربية في نسبة السكان اللي بيحصلون على مياه شرب مأمونة أو محسنة نقدر نقول إن هي المنطقة الوحيدة اللي في تراجع حدث أو في ثبات على حدود 80%، معنى ذلك إن إحنا بعدين تماما عن الهدف اللي إحنا محتاجين نوصله. انبعاثات ثاني اكسيد الكربون زيادة كبيرة جدا من حيث الكم من عام 90 الى عام 2009-2010، ده اخر رقم متاح. بلدان مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك، ولكن ايضا دول المشرق والمغرب. نصيب الفرد من تلك الانبعاثات هو ايضا ازداد كما هو مبين في الشكل اللي قدامنا. ولكن بالنسبة لمعدل الانبعاثات لكل واحدة من الناتج المحلي اللي هو الجي دي بي ايكويفالنس هنلاقي ان هو في انخفاض، معنى ذلك وبالذات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، معنى ذلك ان في تحسن الى حد ما في نوعية الانتاج واللي هو اقل ضرر للبيئة، ولكن ككم من التلوث طبعا المؤشر بيبين ان احنا في ازدياد. مساحات المناطق البريه والبحريه المحميه زياده كبيره في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كل المؤشرات دي انا بعتقد ان هي موجوده في التقرير وانتوا على الاطلاع بيها. الانجاز الاكبر في اعتقادي انا في المواد اللي هي مستنفذه لطبقه الاوزون، في انخفاض 80% بالنسبه للمنطقه العربيه كل المناطق وبالذات منطقه المغرب العربي. اخيرا نسبه السكان المناطق الحضريه المهمشه، ده رقم صعب جدا ان احنا نوصله، لكن هنلاقي طبقا لاخر بيانات عندنا من اليو ان هابيتات ان المنطقه العربيه في حدود 28% 2010. طيب نحاول نلخص الحكايه دي كلها في دليل واحد بدون الدخول في تفاصيل فنيه. هو الدليل بيحاول ان هو ياخد المؤشرات الكميه ويقدر ان هو يقيس
مدى التقدم المحرز قياسا الى الهدف المرجو. يعني لو احنا مثلا قلنا احنا عاوزين نخفض وفيات الامهات بنسبه 70%، خفضناها بنسبه 30% على 2010 وكنا مفروض نخفضها بنسبه 50%، في تفاوت هنا نسبي، هو ده اللي احنا بنحاول نقيسه. المؤشرات موجودة قدامكم، موجودة لكل هدف عدا طبعا الهدف السادس، لأن ما فيش مؤشرات كمية لهذا الهدف أو الهدف الثامن بسبب إيه طبيعته. خلاصة الموضوع هو إن إحنا زي ما إحنا يعني عرضنا قبل كده، الهدف الأول عندنا مشكلة كبيرة جدا في نقص الوزن، عندنا نقص التغذية، السكان اللي بيستخدموا دول المناطق قياسا للمتوسط العالمي يعني لكل المناطق النامية التانية، هنلاقي ان احنا عندنا مشكلة في تلك المؤشرات تحديدا. ولكن المؤشر العام متوسط بالنسبة للام دي جي اندكس العام هنلاقي ان احنا احسن، طبعا في تراجع يعني بنسبة 10% زي ما انتم شايفين عن المسار المرجو، لكن 13% متوسط بالنسبه لمناطق الدول الناميه، نلاقي ان احنا احسن من المناطق الاخرى. على مستوى البلدان في نتائج انا شايف ان هي مهمه. البلاد العربيه ممكن نقسمها لثلاث فئات، الفئه الاولى بعيده تماما عن الاهداف دي، دول الصراع زائد الدول الاقل نموا، مناطق او منطقه ثانيه فيها دول قريبه الى حد ما بعيد يعني مش بعيده كتير عن الاهداف، ومنطقه فيها خمس دول اللي هما عمان، مصر، تونس، الجمهوريه العربيه السوريه والمملكه العربيه السعوديه، دول احسن من الحد الادنى اللي لازم نوصل له. طبعا من المفارقه ان كثير جدا من تلك الدول كانت وبتمر حاليا بأزمات سياسية. طيب نيجي نبص على الأحداث الجارية وتأثيرها. لحد 2010 نسبة الفقر كانت بتنخفض، سواء أخذنا مؤشر الدولار والربع اللي احنا يعني مش شايفين له فايدة كبيرة جدا، أو إذا أخذنا مؤشرات الفقر الوطني اللي هي ما فيش اتساق ما بين الدول في منهجياتها في كيفية احتسابها. من عام 2010 لعام 2012-13 حدث ازدياد في نسبة الفقر وأيضا في البطالة، ومتوقع ان بحلول عام 2015 هيكون نسبة الجوع اللي احنا اتكلمنا عليها 15% يمكن تزيد توصل ل 20%. حيز المالي البلدان العربية بصفة عامة تقلص بسبب الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها الدول المشرق تحديدا ودول الأقل نموا، زي ما احنا شايفين الدين الحكومي عمال يزيد. جزء كبير جدا من التراجع في المشرق بسبب أحداث سوريا، مش هخش في البيانات اللي هي من قدامكم من دراسة عملناها في الأسكو، لكن يكفي أن أقول أن نسبة الفقر المتقع حاليا او نسبة اللي هي الفقر حسب خط الفقر الوطني المعدل حاليا يعني بنقول ان هي في حدود 40% في سوريا. في سنة 2010 كانت 11%، وزي ما قلت من سنة 90 لسنة 2010 سوريا كانت في طليعة الدول من حيث الانجاز اهداف الالفية. اذا استمرت الازمة في سوريا بنتوقع البطالة توصل ل 58% في عام 2015. سوريا فقدت حوالي عقد من الزمان في انجاز في دليل التنميه البشري وهكذا، يعني احنا ممكن ان احنا نخش في تفاصيل مشابهه. خليني انتقل الى الموضوع اللي يهمنا جميعا حاليا اللي هو ما بعد 2015. يمكن بداية الحديث ممكن ان احنا نرجع لمؤشر مهم جدا اللي هو مؤشر الجي دي بي بير كابيتا او الناتج المحلي الاجمالي للفرد. المنطقة العربية بصفة عامة وكل مناطق النامية، لكن بالذات المنطقة العربية حدث فيها تحسن كبير جدا لو على المدى الطويل من ناحية الدخل. لو شفنا الدول العربية كلها فوق اللي هو خط 45 درجة، ده معناها ان الدخل النهاردة في كل الدول العربية احسن بكتير من وقت ما كان في الخمسينات. بس المشكلة كانت مش في كم الدخل الحقيقي، انما كان في مشاكل متعلقة بالحوكمة والحكم الرشيد.
لما نيجي نبص على مثلا اللي هو ارتفاع في الدخل الفرد ونعمله كوريليشن او معامل ارتباط عملية ارتباط مع مؤشر الصوت والمساءلة اللي هو بيصدره البنك الدولي، هنلاقي المنطقة العربية المنطقة الوحيدة اللي بينخفض فيها هذا المؤشر مع زيادة الدخل. ثلاث دقايق بس يا ريم، ثلاث دقايق. طيب برضو لما نيجي نتكلم على 2015 لازم نتكلم في إعادة التفكير في مؤشرات رصد الفقر والعدم المساعدة. نقاش فني طويل هنخش فيه، ده مش محله، لكن احنا بنقول ان اولا لازم ننتقل من الفقر المادي الى الفقر البشري. يعني دليل مثلا زي الفقر متعدد الابعاد بنعتقد ان هو this is the way to go، هو ده الطريق الى المستقبل، ولكن يجب ان يتم تعديله لان المنهجية اللي بيعتمدها البرنامج الانمائي للامم المتحدة حاليا هي لا تصلح للدول متوسطة الدخل، فاحنا بنشتغل على ذلك. كذلك الفروقات ما بين الحضر والريف بنلاقي ان هي زي ما هو موجود قدامكم فروق كبيره جدا في الدول العربيه وايضا في الدول الناميه. عاوزين نلاقي بيانات زي اللي قدامنا دي في عدم المساواه في الوفيات الرضع ما بين الافقر والاغنى شرائح في المناطق العربيه. هنلاقي مثلا في اليمن ومصر والسودان هذه الفجوه كبيره جدا. عاوزين نتجه ناحيه منظومه جديده للتعاون الاقليمي، الاو دي اي، المساعدات اللي بتديها الدول العربيه سخيه جدا مقارنه مع باقي دول العالم النامي، اسف باقي الدول المنحه، ولكن هي انخفضت من عام 90. عاوزين ان احنا نرى جزء كبير اكبر من تلك المساعدات تصل الى ال دي سيز بسبب احتياجها. اخيرا احنا التقرير عندنا حاجتين مرتبطين بالاجتماع بتاع النهاردة. اولا عاوزين نشوف صندوق امن غذائي عربي. مش لازم لما تحصل مجاعة في الصومال ان احنا نقعد نعمل فلاش ابيلز ونستنى ونجيب وبعدين في الاخر خالص يكون 50,000 واحد ماتوا. مش لازم ده، يعني اللي هو من المعيب. ممكن يكون عندنا منظومة للتدخل السريع جاهزة المجاعات ممكن تحصل، الجفاف هيحصل، عارفين يجب ان يكون عندنا مؤسسات عربية قادرة على أنها تتدخل وفي الإطار الآني، يعني بدون الرجوع للآليات بتاعتنا. حاجة تانية اللي احنا محتاجين ان احنا نراجع منظومة الحماية الاجتماعية بتاعتنا. الدول العربية عندها بتصرف كتير على الحماية الاجتماعية بس بتصرف بشكل خاطئ جدا. لو اخدنا الفلوس اللي احنا بنصرفها مثلا على الدعم الوقود وجبنا بس جزء صغير منها حطيناه بمنظومة اخرى للحماية الاجتماعية هنلاقي ان هيكون له مردود اكبر بكتير. توصيات بالنسبة، اخر سلايد عندي يا ريم، توصيات بالنسبة للهدف السابع. يجب علينا ان احنا نفكر مش بس في الزراعة، انا بشارك الرأي المتحدثين السابقين، ولكن في قضية التنمية الريفية اللي هي الرورال ديفلوبمنت، وعاوزين ان احنا ناخد البعد بتاع العلاقة ما بين الفقر وسوء ادارة الموارد الطبيعية وندخله كركيزة اساسية في تطلعاتنا لبرنامج ما بعد 2015. اخيرا موضوع التكنولوجيا في غاية من الاهمية. بعتقد ان شحة المياه وده قضية اساسية جدا، واحنا اشتغلنا مع طارق زي ما هو قال في التقرير الاول العربي اللي هو التحديات التنمية، كان موضوع اساسي ان المنطقة العربية ممكن تعمل طفرة نوعية في كم الغذاء بالرغم من المحددات البيئية والمائية اذا تم اعتماد تكنولوجيا مختلفة. هكتفي بهذا القدر واسف جدا على الاطالة. ثانك يو كثير للزميل طارق اولا وخالد ثانيا، مع انه خالد اخذ زياده وقت، بس الموضوع الحقيقه طويل ويمكن المداخله اللي قدمها ما بتدل على الكم الهائل من البيانات اللي تم تجميعه للخروج ب اين هو التقدم المحرز في وطننا العربي. رح أعطي الكلمة حاليا لزميل آخر زياد. زياد رسميا هو المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومعك خمس دقائق زياد. شو بتعلق على الكلام اللي سمعته التقدم المحرز في الأهداف الألفية؟ تفضل. شكرا.
خمس دقائق. معناته أنا بدي لا بطرح عناوين لمواضيع، وأنا بتصور أنه في عنا يوم ونص للنقاش وفي عنا وقت ننزل فيهم بالتفاصيل. يعني أنا أوافق بالبداية على ما جاء في تقييم الأستاذ خالد حول أنه هناك صداع في المنطقة العربية عندما يسعى الإنسان إلى جمع البيانات، وبالتالي يعني من الصعب خاصة وأنه ترتكز التقارير هذه إلى البيانات الوطنية أو البيانات الرسمية. والمسألة الثانية هو أنه هناك في ضرورة لإعادة النظر في المؤشرات التي يتم فيها قياس هذه الأهداف وبالتالي التقدم المحرز وإلى آخره، مما يعني أنه نحن أمام تقرير في جهد كتير كبير ولكن أيضا بحاجة إلى تدقيق فيما يتعلق في هذا من هذه الناحية. أنا بهاي السرعة مشان هيك يعني لن أتوقف كثيرا عند التقارير بقدر ما بدي أحاول ركز على عناوين. أول مسألة بتصور أنه في مرحلة ما بعد 2015 أو في إعادة النظر في صياغة التقارير لابد من أن ترتكز المقاربة إلى المقاربة الحقوقية، بمعنى أنه أن تبنى أهدافنا على أساس حقوق الإنسان، بمعنى أنه ما نتحدث عنه نحن هي حقوق للمواطنين وليست خدمات، وأنه طالما نحن لم نحققها معناته نحن حتى الآن ننتهك حقوق المواطن. وفي جهود على المستوى الدولي تسير في اتجاه يعني بلورة المعايير ومؤشرات قياس التقدم على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أنه الإعلان في الحق في التنمية في جهد كتير كبير ليتحول إلى اتفاقية دولية، وبالتالي الإعلان في الحق في التنمية سيتحول أو يفترض أن يتحول إلى وهو مقاربة شاملة حقوقية لكل ما نحن نتحدث عنه. هاي في المقدمة. الحقيقة الثورات العربية أضاءت على مسألة مهمة، وصباحا أشار معالي سكرتير ديتا يعني كاتب الدولة الذي افتتح الاجتماع أن تونس في المعطيات المتوفرة حققت تقدما في مجال تحقيق أهداف الألفيه للتنمية، ولكن ذلك لم يمنع من أنه تكون أول دولة عربية تقوم فيها ثورة، والثورة هي ناتجة عن فقدان العدالة، عن الحرمان، عن التفاوت، وعن كمان فقدان الحرية والمشاركة وكل هذه المسائل. وبالتالي لحتى نكون واقعيين علينا يعني أن نأخذ عبر بصدق وبجدية وبمسؤولية كبرى لمعالجة الاختلالات. وأولها أنا بتصور أنه الأبعاد الثلاثة مهمة، هو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جيد جدا، ولكن الكل عم يحكي على موضوع الحوكمة، إذن البعد السياسي هو بعد أساسي، وبالتالي بناء الدولة وأي دولة نريد، وبالتالي بناء مؤسسات الدولة التي تسمح عمليا في شفافية في آليات اتخاذ القرار ومشاركة في آليات اتخاذ القرار، وبالتالي آليات للمساءلة والمحاسبة لكي لا نصل إلى مكان لا عودة عنه. إذن أنا بتصور أنه الجانب السياسي خاصة عندنا في المنطقة العربية وإنجاز بناء الدولة المدنية أو الدولة الديمقراطية اللي فيها مؤسسات هو واحدة من التحديات الكبرى والأساسية اللي لازم تكون موجودة فوق في المقدمة. المسألة الثانية واللي أنا بحب ركز عليها كتير هي، وهون ممكن يعني فوت بشوية نقاش مع الاتجاه العالمي، مع المينستريم العالمي الذي يتمثل في المؤسسات الدولية، إنه الخلل لم يكن فقط في الحاكمية وفي فقدان المساءلة وهو خلل كبير، ولكن أيضا هناك خلل في النموذج التنموي الذي كان متبعا والخيارات الاقتصادية التي بحاجة إلى إعادة نظر. وبالتالي لا هل يمكن مثلا أن نستمر في نماذج تنموية ترتكز على 70-80% من اقتصادها إلى النشاط أو الاقتصاد الريعي، وأن لا نتحول إلى اقتصادات أو إلى دول منتجة وليس فقط في مجال الزراعة
ولكن في مجال بعض الصناعات التي لها قيمة مضافة والتي تولد فرص عمل مستدامة ودامجة. وبالتالي أنا برأيي هناك نموذج، بالإضافة إلى موضوع التوزيع. يعني نحن عم نحكي عن معدلات نمو عالية جدا تحققت خلال الفترة الماضية، ولكن توزيع العائدات أول شيء طبيعته من ما يتأتى، ولكن أيضا إعادة التوزيع. إذن وبالتالي لابد من إعادة النظر في كل الأنظمة التي تعيد توزيع الثروات، من النظام الضريبي إلى نظام الخدمات إلى الأنظمة الأخرى. إذن هذا النموذج اللي أنا بتصور نحن بحاجة إلى مناقشته وبعمق، والذي يرتكز على خيارات نحن قدرانين نخدها بدون ما يكون في أي ضغط دولي وخارجي يلزمنا بخيارات. وأهم شيء هو أن نحدد خياراتنا في كيفية الاندماج في الاقتصاد العالمي، يعني العلاقات التجارية والاتفاقية التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وخلافه. الموضوع الثالث واللي أنا برأيي يجب أن يحتل حيزا كبيرا كذلك هو يعني مشاركة المجتمع المدني. وأنا هون يعني مش كليشي، الموضوع له يعني له علاقة في جانب مهم، له علاقة في الحوار الوطني، وبالتالي كيف يمكن أن نصوغ سياسات وتوجهات تعبر عن مصالح مختلف الانترست، المصالح الفئات الاجتماعية والاقتصادية وخلافه، من خلال إيجاد آليات للمشاركة ناجعة، وبالتالي في إطار حوار ممأسس أو على القليل حوار له آلياته المعتبرة واللي بيحاول يوصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. نحن عم نحكي عن نقابات، عم نحكي عن حركات نسائية، عم نحكي عن شباب، عم نحكي مش فقط عن منظمات، يعني عن منظمات غير حكومية. النقطة الرابعة واللي أنا بتصور عنا بمنطقتنا أساسية، أنا أسف للمقاطعة، بعد عندي رابعة وخامسة وبدي أقولهم بدي إذا سمحتي لي. الرابعة هي أشار لها معالي الوزير وهي موضوع الأمن والسلام، وأنا بتصور أنه موضوع الاحتلال الأجنبي وحق الشعوب في تقرير المصير، يعني حق الشعوب في تقرير المصير له عليها بالتنمية كذلك. يعني إلنا حق نحدد خياراتنا التنموية التي تتلائم مع احتياجاتنا وليس فقط. وبالتالي هذا نقاش اللي كان موجود بال2010 في الأمم المتحدة في إطار نقاش الوثيقة الختامية في تصدي لفكرة الحديث والإشارة على موضوع التقرير، وهي انتزعت انتزاع على ما أعتقد معالي الوزير في البند 27 اللي عم تحكي عنه، وهذا كان نتيجة ضغط. وبالتالي هاي منطقة بالنسبة لنا حيوية وحساسة، لأنه لا ينطبق فقط على شعب، إنما يؤثر على المنطقة وعلى جهودها. النقطة الأخيرة لها علاقة بموضوع التكامل الاقتصادي. لا خيار لنا، لا يمكن أنه نحن دول صغيرة، أنا بلبنان وغيري بالكويت وإلى آخر، نحن دول صغيرة، مش عم نحكي عن التكامل العربي هو الخيار الوحيد على المستوى الإقليمي. بكل العالم تنشأ تكتلات إقليمية لمواجهة تحديات الانضمام إلى النظام التجاري العالمي أو الاقتصاد العالمي، ونحن لا خيار لنا، وعندنا أهداف وضعت إن كان على مستوى قمم الجامعة العربية أو على مستوى الجامعة العربية، وفي عنا نحن الاستحالة لآخر 2015 حول موضوع العلاقات السوق العربية الحرة وتحرير إلى آخره. وبالتالي هيدا أنا برأيي من القضايا المركزية التي عندما نتحدث عن أهدافنا التنموية لابد من أن يعني نضعها في صلب جندتنا للمرحلة المقبلة. هناك الكثير للحكي ولكن أنا أكتفي بهذا القدر وشكرا. شكرا جزيلا زياد. أعتقد الموضوع اللي طرحته من ناحية خيارات نأخذها من دون ضغط خارجي هي نقطة محورية، وهذا هو الهدف من الجلسات الحوارية حول أهداف التنمية المستدامة، واللي لازم يكون في مشاركة فعالة من قبل منطقتنا العربية في تحديد هاي الأهداف. الست رزان زعيتر هي رئيسة المجموعة العربية لحماية البيئة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء اللي هي تحت الإنشاء، رح تعطينا كمان بعض الإضاءات من منظور المجتمع المدني. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البدء أن أشكر الإسكوا على هذا الجهد المميز في التحضير وعلى
جمع الشمل العربي في هذا الوقت من التشرذم المؤلم والمحزن الذي نشهده على الساحة العربية. تحدث الأخوة السابقون عن الأولويات والمبادئ، ولا أعتقد أن هناك خلاف كبير، فقد لمست هذه المرة اتفاق حول كثير من الأولويات التي يطرحها المجتمع المدني والمبادئ. هناك نقطة بالنسبة إلي أو نقطتين أود أن أشير لهما. أولا، لقد لمست بالدراسة المميزة المحضرة من الإسكوا خجلا في موضوع بحث التكامل العربي. تحدثت الأخت شهيرة عن هذا الموضوع، وتحدث الأخ محمد عن 6 دول عربية تمثل الدول العربية في المباحثات. هل هناك إطار استراتيجي واضح مفصل حول يعني معتمد على التكامل العربي في موضوع الأهداف والتنمية المستدامة؟ تحدث الأخ طارق عن ضرورة التشبيك. هل يكفي فقط التشبيك أم نحتاج إلى خطة تكاملية وإطار استراتيجي واضح مفصل حول كل المواضيع يعود إليها ممثلو الدول 6 عندما تجابهم موضوع أو للبحث؟ لم أجد هناك وضوح وشجاعة في طرح هذا الموضوع كأولوية. في نظرنا لن نحترم كدول عربية في الشراكة العالمية التي نسعى لها إذا لم يتحقق هذا التكامل العربي الواضح. هناك تطور كما تحدث الأستاذ خالد، ولكن هذا الموضوع مهم، وكما قال الشاعر: لا أرى نقصا كنقص القادرين على التمام. الموضوع الثاني، تحدثنا عن ضرورة الحديث عن الأمن الغذائي والزراعة، وكنت أبتسم عندما كنتم تقولون لا يكفي أن نتحدث عن الزراعة، لا يكفي أن نتحدث عن الزراعة. الزراعة أيها الأخوة والأخوات مهمشة تماما في الدول العربية، وهناك مع الأسف محاولات لنقول غير إيجابية حتى لا نقول خبيثة من كثير من الدول الكبيرة التي تسعى إلى إبقائنا في خانة الاستيراد والاستهلاك، إلى إفهام الدول العربية أنها غير قادرة على إنتاج غذائها نظرا لأسباب الهشاشة والفقر المائي وإلى آخره. نحن كمجتمع مدني نرفض هذا ونصر على إمكان الدول العربية على تدعيم الزراعة والأمن الغذائي. ومشكلة الفقد في الماء، يعني المشكلة المائية، يكفي أن تعرفوا أيها الأخوة والأخوات أن 30-50% من الماء التي ينزل في الوطن العربي يذهب فاقدا نتيجة سوء إدارة استعمالات المياه. فإذا بالنسبة لمكافحة الفقر، تحدث الأستاذ خالد عن 50% مليون جائع. هناك 65 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، هناك 45 مليون يعيشون بدون مياه نظيفة، هناك 70% من الشباب العربي في مصر والأردن واليمن في بطالة، هناك 18 مليار استيراد من الحبوب، يعني في عندنا 50% مستوردات، يعني 30 مليار دولار نستورد الطعام من الخارج. فإذا الزراعة أيها الأخوة والأخوات والأمن الغذائي هي أولوية، ويجب أن تبحث في طريقة تفصيلية وبقوة. كما أود أن أتحدث عن موضوع اللي مهم كتير اللي تحدثت عنه، الاحتلال والحروب. أود أن أقول هنا أن الهدف السابق كان من الحروب هي الانتصار في هذه الحروب. مع الأسف الشديد نحن الآن في زمن الهدف فيه هو استدامة هذه الحروب، ومنطقتنا العربية مع الأسف تعاني من هذه السياسات. أنا برأيي هي آلية من آليات الاستعمار الحديث الذي تحدثنا عنه، وهي إدامة الحروب في مناطقنا. لن نتمكن من تحقيق تنمية، أي تنمية أو أي رفاه، إذا لم نستطع مجابهة هذا الموضوع وإطفاء هذه الصراعات والعمل على التكيف معها بطريقة علمية. في هذه الأثناء أود أن أتحدث أيضا عن قصة التمويل.
تحدثنا عن ODA Official Development Assistance. هذا التمويل يجب أن يدرس أين يوضع. مع الأسف التمويل التنمائي يذهب قسم كبير فيه في الدول العربية لأسباب إنسانية humanitarian. نحن ندعو كمجتمع مدني أن تدرس هذه القصة وأن يتحول إلى تمويل إغاثي تنموي، بحيث لا نتحول إلى شعوب مستجدية وإلى شعوب منتجة حتى في ظل الظروف والظروف الاحتلالات والحروب. وهناك مثل في فلسطين على التنمية الإغاثية التنموية التي تدعم الزراعة وزراعة الأشجار والاعتماد على الذات رغم الظروف الصعبة. أخيرا أود يعني أن ألفت مع إعجابي بجهودنا المشتركة إلى أن هذا الحوار هو يبقى نخبويا بعض الشيء، وهنا يأتي دور المجتمع المدني في نقل هذا الحوار المهم إلى كافة قطاعات المجتمع كما قال الأخ زياد. وهنا أود أن أرجو لدقيقة أن أخبركم عن جهودنا في العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء. عندنا 4 نقاط مهمة نود دعمكم، ونشكر الإسكو لأنها بدأت في هذا الدعم، والفاو أيضا، حيث نهتم بوضع أولويات منطقتنا العربية في وثائق السياسات العالمية وفي المنابر السياسات العالمية. مع الأسف الوجود العربي مفقود في المنابر المهتمة بوضع السياسات التي لها علاقة بالأمن الغذائي وبالزراعة. لقد استطعنا إنشاء مجموعة عمل حول الأمن الغذائي في ظل الصراعات والحروب والاحتلالات، وهي مجموعة عمل دولية ساهمت في إقناع منظمة الأغذية والزراعة في وضع هذا الموضوع على جدول أعمالها. ونتمنى مشاركة الإسكوا وغيرها من المنظمات العربية في هذا النقاش المهم، لأن كل الدول هلأ مهتمة كثير بهذا النقاش، عندها مصالحها، عندها اهتماماتها في التأثير على السياسات التي ستصدر عن هذا الموضوع. هنا مع الأسف أعتقد أنه يجب أن أقول أنه توجهنا لليونب في فترة سابقة ولم تصغي لهذا الموضوع، لأهمية هذا الموضوع وإشراك المجتمع المدني في هذا الموضوع، وكذلك الجامعة العربية حاولنا أن نتصل بها ولكن لم نستطع حتى الآن، والأخت شهيرة ممكن تساعدنا. آخر شغلة مهمة هي المبدأ الذي نعمل عليه، وهو نتمنى أن تتبناه المجموعة العربية، وهو مبدأ السيادة على الغذاء وتلخيص السيادة على الغذاء، ويختلف عن الأمن الغذائي. نحن لا نريد فقط أن نأكل وأن يعطى إلينا ما نأكله، نحن نريد أن نسود على مواردنا الغذائية وعلى مواردنا وعلى مصادرنا الطبيعية. والسيادة على الغذاء هي حق الشعوب والمجتمعات والدول في تحديد سياساتها المتعلقة بالزراعة والعمل والغذاء وصيد الأسماك الملائم لظروفها الخاصة من النواحي البيئية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. وشكرا لكم. شكرا رزان. الحقيقة يعني في عندك أسئلة كتير، وفي سؤال موجه للمستشار محمد حول هل هناك إطار عربي في المفاوضات الجارية حاليا حول أهداف التنمية المستدامة. قبل ما أعطيك الفلور لتجاوب رزان، حابة أشوف من الجلسة الماضية وعدت الإخوان. أنا ما سمعت. بتحب تأخذ ال عفواً؟ إذا ممكن بدي إضاحات على المحاضرة اللي قدمها الأستاذ خالد، فإذا تحبين بعدين أو هسه ما. لا لا، أشكرك أستاذ خالد. عفواً، ممكن ترجعني لل سلايد. كان في مرحلة ما بعد 2015 على السلايد هذا، إذا ما عليك زحمة، إذا تسمح. مرحلة ما بعد 2015، بس على الموضوع حضرتك. إيه السلايد كان على إيه؟ صرنا قريبين. دول كله شوية بعد. لا كده يبقى احنا لا خلنا على سوري.
على كل حال. طب ايه الموضوع؟ طيب ويمكن نسهل. كانت اشتراطات او ما نفكر به لمرحلة ما بعد 2015، كان واحد من اول فقرة عندك الحكم السليم. نعم. صحيح؟ نعم. التوصيات وتبر. نعم. تفضل. المهم مو هذا هم اللي قبله، وكان اكو جودة التنمية فقرة ثانية، واكو تمكين المرأة ومكافحة عدم المساواة. طبعا انا ابتداء لازم اقدم شكري الجزيل الى كل اللي قاموا على هذا الجمع المبارك ان شاء الله، واعتقد هي فت فرصة كلش مهمة بوجود يعني الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمات، فيمكن هذا اللي تحدثت به أختنا الغالية من الجامعة العربية، أنه حققنا، أريد نحقق الحلم العربي، يعني إن شاء الله هاي فت فرصة ما أظن يعني تتكرر، نتمنى أن تتكرر بس صعبة. كان حلمنا السابق إلى قبل سنتين، يمكن حاضر اجتماعاني مع الجماعة بأسكوا، كان حلمنا أن نضع حقوق الإنسان في صلب التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، والحمد لله هذا الحلم تحقق اليوم. المرحلة الثانية الجاية شلون نضع هذا، نقوم نحلم مرت الثانية، لكن حلم الصاحين الأقوياء إنه شلون ننفذ الأهداف الجديدة اللي رانا نضعها، اللي هي Sustainable Development Goals، وهو هذا المهم كيفية تحقيقه. واتطرق للأستاذ، أشكره جدا، أنه المهم شلون نحقق. ابتداء بهذا السلايد اللي شفته أستاذي، باعتبارك في الجامعة العربية ومساندتك هي الأساس، أنه الحكم السليم تقصد حضرتك به الحكم الرشيد؟ عفوا أنا مش في الجامعة العربية. لا، اللي طرح السلايد اللي طرحه وتبر. أهلا وسهلا. الحكم السليم تقصد به الحكم الرشيد؟ الحكم الرشيد. طيب، من التسمية، لأن من تصير الحكم الرشيد، إذا الحكم الرشيد هو مسؤول عن كل شيء ما بعده، لذلك سموه حكم الرشيد. في موضوع جودة التنمية طرحت حضرتك أنه الناشنال برودكت، الجروس ناشنال برودكت والجروس دوميستيك برودكت، اللي هي أصبحت ما تفيد، لأن سوء التوزيع هو المشكلة وليس المدخولات الوطنية، مو مشكلة المسؤولات إذا زادت أو نقصت، لكن مشكلة في كيفية توزيع هذه المدخولات. فأعتقد بالنسبة للأهداف اللي نضعها، لو نضع فد مؤشر موجود في العالم الآن، بدأوا في ناس يعتمدوه، أكو بوتان اللي هي مملكة صغيرة، اللي هو الهابينس انديكيتر، يعني هذا المؤشر، اذا نضعنا بالاهداف مالتنا هاي نكون تجاوزنا الكثير من الامور، واظن هذا موضوع مهم. لكن اكو موضوعين بس اساسيه اعتقد ما ذكرت في هذا الاستايد، واني بهالجلسه بس على هالموضوع راح احكي برغم زخم المعلومات اللي اقدر يعني ادخل بها. هو اولا ما تحدثنا عن الخدمات، والخدمات كلش مهمه لازم تذكر في الاهداف، الخدمات للجميع وخصوصا للمجتمعات او المجمعات الاكثر هشاشه في المجتمع، لان هي هاي اللي تسبب كل الكونفليكس، وبعدين تسبب لنا في اضطرابات سياسيه، وبعدين تروح الدوله كلها ونخسر حتى البنى التحتيه. والموضوع الثاني الرجاء الانتباه اليه، لان انا اعتذر بالمذكره اللي موجوده امامي من حضراتكم من الاسكوا، معتبريه فد عامل ثانوي اللي هو التعليم. للأسف أنا أريد أقول فد شيء، أنه أنتم مركزين على التكنولوجي، دائما تذكرون أن التكنولوجي مهمة، التكنولوجي بدون تعليم ماكو، فإذا أساسه هو التعليم، ومو أي نوع من التعليم، اللي يهمنا هو التعليم اللي يدمج بين المصلحة الشخصية ومصلحة المجتمع. هنا يصير اسم التعليم يتحول إلى تعليم من أجل التنمية المستدامة، Education for Sustainable Development، هذا لازم نوثقه ويكون واحد من الأهداف الأساسية، والتكملة إن شاء الله بعدين. شكرا جزيلا لحضرتك.